قصص فقراء أصبحوا فيما بعد فاحش الثراء. أوبرا وينفري، مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، خاصة برنامج أوبرا وينفري شو، وهو البرنامج التلفزيوني الأكثر شهرة في العالم. ولدت في 29 من يناير لسنة 1954 بولاية ميسيسيلا. عاشت طفولة فقيرة حيث كان أبوها حلاقا فيما أمها كانت خادمة في البيوت. هي أول مراسلة أمريكية سمراء وكانت تبلغ من العمر 19 سنة فقط. تقدر ثروتها بحوالي 3 مليار دولار. جون بول دي جوريا، وتبلغ ثروته 4 مليار دولار. في سن العاشرة كان يبيع بطاقات عيد الميلاد والصحف لمساعدة أسرته، وبقرض 700 دولار أنشأ مجموعة ميشيل المتخصصة في الشامبو، وهو الآن مستثمر في صناعات أخرى. ليونارد ديل فيكيو، ثاني أغنى رجل في إيطاليا بثروة تبلغ 20 مليار دولار. أرسل بمعية إخوته الخمسة إلى دار الأيتام بعدما لم تستطع والدتهم التكفل بهم. هو الآن مالك مؤسسة لكوستيكا، وهي أكبر شركة بيع النظارات في العالم. لي كاشينغ، في سنة 1940 توفي والده مما حتم عليه ترك المدرسة وهو لم يتجاوز 14 ربيعا للعمل ومساعدة عائلته. افتتح مصنعا للبلاستيك شيونغ كونغ، والتي تحولت فيما بعد إلى شركة عقارات تبلغ ثروته 31 مليار دولار، يحتل الرتبة 20 في ترتيب أثرياء العالم. هذه حكاية بعض ممن تغلبوا على الظروف القاسية. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك، وشارك الفيديو.